يا هلا بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. وجناكم التحدي من تحديات الموسم، التحدي انا سميته اللي جنني لحديت ما لقيت ماكينه بيع الي. وقبل نروح للتحدي يا شباب، لا تنسوا تعطونا اشتراك في القناه، لايك المقطع، كمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات او جلتشات. وخلينا نبلش على طول. لو بحكي لك التحدي، اشتري سلاحا نادرا او اعلى من ذلك من ماكينه البيع الالي. عليك تروح على ماكينه بيع الي تشتري سلاح ازرق او اعلى، يعني كل لونه ازرق او اكثر. يعني اذا اشتريت لون ازرق خلاص حسب لك التحدي، اشتري سلاح واحد وبس. هاي في لقينا هسه منطقه، هذيك شفت الاولى اللي كنا فيها بالملاذ، وعندي هسه المنطقه الثانيه في الصوت الناعس. هسه في الصوت الناعس في اكثر في من ماكينه، تمام؟ فدور في الماكينات كلها. انا بالنسبه لي لقيت في هاي الماكينه، حدد لك عليها، لقيت ما لقيت انت وحظك، حولوها طبيه. انا كل اللي رحت عليهم كنت عارف ان السلاح حولين طبي. المهم هاي الثانيه وبس يا شباب، هذا كان عندنا تحدي لليوم. زي ما حكيت لك اشتري سلاح بس ازرق او اعلى من ماكينات بيع الالي. هيك خلص عندنا المقطع اليوم، ولا تدعمونا من خلال ضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس. خلينا نشوفكم فيديو ومقطع جديد. مع السلامه، بيس.